حين تمتحن القيود معاصم العزيمة والإرادة، فلابد من منارة تهدي الطريق بشموخها. عندها ترسو المراكب عند شواطئ العز والأمجاد، وتتسع الآفاق نحو رؤية أكثر وضوحاً. عندها فقط يمكن أن تبدأ الرواية. آلاف من المواشي وضعناها رهن الخدمة، طوعنا لها أحدث التقنيات في العالم ليكون صنع في قطر شعاراً يكافئ كل الجهود التي بذلت. بلدنا استثمار الحاضر والمستقبل.